يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الذي حمل هؤلاء الجهمية على القول بهذا المذهب الخبيث؟ وما رأيكم في من يزهد بدراسة مذهبهم أو معرفته أو الكلام في عقيدتهم؟ هذا كما ذكرنا لكم، اللي يتعرض للأمور هذه هذا تكتبون عنه تقرير تعطونا إياه، لأن هذا معناه أنه يتوهم في العقيدة وشكك فيها. كيف يخلى يدرس في الجامعة يدرس التوحيد؟ هذا ما يصلح أبدا. فلا بد أنكم تكتبون عنه إثبات وترفعونه للمفتي أو تعطوني أنا وصله للمفتي. نعم.